للأسف الشديد كان هذا اليوم يوما سيئا كذلك من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت في 24 ساعة الأخيرة ما بين 6 لمساء أمس و6 من مسائه سجلت 19 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في المغرب إلى حدود هذا الوقت إلى 480 حالة وفاة، الله يرحم الجميع. هذه الحالات 19 اللي تسجلت في هذه 24 ساعة الأخيرة تسجلوا 9 بالدار البيضاء، 5 بطنجة، حالتان بفاس، حالة بمراكش، حالة بمكناس، وحالة بالحوس.